أهلا وسهلا فيكم من جديد بدرس جديد اليوم إذا راد مثل ما شايفين اشتغلت الصدفة ووقفت عند المرحلة الأخيرة المرحلة اللي بكون عاملة فيها 11 قطبة حشو وبدنا نكمل من بعدها ختامة للصدفة قلت لكم بالفيديو السابق أو الحلزون السابقة إنه طريقتها هي مثل الفيديو الروسي عاملينها كمعلقات بس الصدفة بتجي موديل الأصلي يلي هو بي دي أف انشغل بال2014 نعملت صندوق أو بيقولولا مثلا مثل باسكت سلة إنه تنحط على الأرض مثلا وتعبوا فيها أغراض طلبوا الصبايا ارجع اشرح لهم الموديل قالوا لي وعدتينا بالفيديو السابق تعملي لنا الموديل الثاني ونحنا بدنا نعرف الموديل الثاني قلت لهم اوكي رجعت بلشت من جديد بخيطان قطن عملت الصدفة عملت كل المراحل وضلت المرحلة الأخيرة بالنسبة للفيديو السابق ما رح نعتبره أنه جزء أول جزء تاني لأنه اللي بيشوف الفيديو الأول خلاص بيكملها كمعلقات وانتهي أما بس يلي بدو يشتغلوها كسلة أو كصندوق بيشوفوا الفيديو الأول بيرجعوا بيشوفوا من هون يعني بيوصلوا لعند ال11 قطبة حشو وبيوقفوا بيرجعوا بيشوفوا هون التكملة كيف تصير صندوق لفرجيكم بس كنا نحن عم نحط دبوس عم نعلم من مرحلة لمرحلة بالفيديو السابق كنا عم نحط دبوس لنعلم من مرحلة لمرحلة تيجي المرحلة هون يلي فيها 11 حشو مطلوب نعمل 21 مرة واتفقنا كمان بالفيديو السابق انه المرة عبارة عن سطرين طلعة ونزلة بنقول عليها مرة بيقولوا لهن بالبي اف مكتوبة او هن بيقولوا لها يعني الاسطر المائله المزدوجه هني هدول الاسطر السطر طلع نزل مره كان اخر شي مطلوب مننا لما بيصير 11 حشو نشتغلهم 21 مره بنعد من عند الدبوس بنقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، أحد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، سبعتاش تمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين وقفنا عند الواحدة وعشرين برجع بكرر انه هونيك كملنا هون وقفت لانه بده يتغير الشغل عن هيداك الفيديو يعني اللي بتوصل لهالمرحلة تعيد ال11 حشو بالفيديو الاول بتجي هوني بهالفيديو بتكمل لتعرف كيف رح تعملها سلة اخر شي اخر حشو عملتن هيدول 11 قطبة حشو بدي ثبت بالاسفل طبعا كنا كمان عم نحط الدبوس الاورانج تحت مكان يلي رح بنثبت فيه مرتين مكان بنثبت فيه مرتين ومكان بنثبت فيه مره واحده بس بجيب ثبت بالاسفل هون اخر مره عاملين بس مره واحده مثبتين بدي ارجع ثبت هاي بنفس المكان بنفوت داخل القطبه لنعمل منزلقه هي سحبتها تثبتت بالاسفل بعمل قطبه سلسال برجع ببرم وبرتفع من جديد 11 قطبه حشو هي بنقول واحد اتنين تلاته اربعه طبعا كل الصدفه من اللوب الخلفي اشتغلت 11 قطبة حشو اخر شي بعمل قطبة منزلقة يعني مثل ما كنا عم نمشي عادي رح بستعين بورقة وقلم بس من شان ما نضيع هلا اشتغلت 11 قطبة حشو وقطبة منزلقة وبدي كمل خمسة وأربعين سلسال هيدا أول شي بدنا نشتغله، بيجي برتفع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، صار معي خمسة وأربعين قطبة سلسال، بيجي ببرم هيك الشغل لأرجع عليهم بقفي أول قطبة وبفوت بالتاني وبعمل حشو. كمان باللي بعدها حشو يعني بدي امشي ع كل السناسل حشو لوصل للاسفل كمان حشو بدون يصير معنا ستة وخمسين حشو نرجع بنثبتهم بالاسفل بقطبة هون اللي بتواجهنا تحت يعني بنرجع كله حشو عليهم كلهم لنجي نثبت بالأسفل سمتن هي بالكتاب بالأحرف الأبجدية بتصير بتقول ألف وباء وهيك لأن لأ نحن هون حنمشي مثل ما نحنا مرة بدنا نثبت مرتين ومرة بدنا نثبت مرة واحدة بس عم يعني بمشي فيها بهدوء لأن شوي هي بتضيع بس بحب لكم إنه كل الشغل رح بيكون عبارة عن قطبة حشو وقطبة منزلقة وشي يزيد وشي ينقص يعني نحن ونازلين بنصير نشتغل بمنزلقة نزود نحن وراجعين حشو وبالعكس لهيك إذا كتير شرحت وكتير حكيت رح ضيعكن لهيك بدنا نشتغل يعني وحدة وحدة هيك لنوصل للنتيجة إن شاء الله تكون منيحة رح نرجع قطب السنسال قطب حشو بدنا 56 قطبة حشو وبنثبت بالأسفل خلصت ستة وخمسين قطبة حشو، رجعت برجوع كل القطب، وصلت للأسفل بدي ثبت، بجي بثبت بالقطبية اللي بعد الدبوس، هون ثبتت مرتين موضحين هيون آخر شي، برجع بثبت مرة، بنقل الدبوس من مكانه لأتذكر اف هاي بتركها بفوت باللي بعدها لانه يلي بعدها بنثبت فيها مرتين لنضل مذكرين ببرم السطر وببلش من جديد هلا المرحله يلي رح نبلش فيها هاي مرحله بحد ذاتها لهيك رح نبلش نسميها يعني بعد ما بنخلص ال وخمسين قطبه حشو رح نعمل شيء اسمه كونكت بالاسفل يعني تثبيت بالاسفل اوكي هلا خلصنا مثلا بهالمرحلة هنسميها مثلا ألف نيجي بدنا نبلش من جديد تماما هنقول البيرز واحد يعني سطرين بيرز واحد بيتكون من سطرين أول سطر بدنا نرتفع 12 قطبة حشو بدنا نطلع 12 قطبة حشو يعني رح نعمل تزايد ما بقى 11 رح بيصيروا 12 ومن بعدهم نعمل اتنين منزلقة مش بس وحدة هي اتنين منزلقة اتناشر قطبة حشو واتنين منزلقة وبنرجع بنثبت وبنبرم برجوع نطبق هالكلام نيجي من عند القطبة اللي ما بنشتغل فيها وبنبلش نعمل حشو بنقول واحد nan اشتغلت 12 قطبة حشو بيجي القطبة اللي بعدها بعمل منزلقة برجع بعمل كمان منزلقة ببرم لانزل بنزول هي ببرم هنسميها تيرن بعد ما بخلصه برجعتي برجوع بدي ارجع وحدي بس منزلقة لانه ما رح بشتغل على اول قطبة رح بشتغل على التاني بقى بتصير قطبة منزلقة وحدة بس وبرجع برجوع 12 قطبة حشو بهالشكل برجع بعمل كونكت بالحرف بي هنسميه بي أو فيكم تقولوا بالقطبة التالية هي بس ابرم باول قطبة ما بشتغل بشتغل باللي بعدها باللي بعدها بفوت بعمل منزلقه برجع من اللوب الخلفي بعمل 12 قطبه حشو هيك خلصت 12 قطبة حشو بدي انزل للأسفل وثبت بالقطبية اللي بعدها هالقطبية اللي رح بنثبت فيها مرتين بعمل منزلقة وقطبة سلسال وببرم هيك بنكون خلصنا السطر المزدوج رقم واحد بدنا نشتغل السطر رقم اتنين بنشوف السطر رقم اتنين كيف رح بيكون هنقله P2 بي نجي كمان بدنا نشتغل ب12 قطبة حشو بس من بعدهم قد بدها تصير المنزلقة بدها تزيد بدها تصير ثلاثة منزلقة ونرجع نبرم والسطر يلي بعده يلي برجوع يعني هيدا روحة وهيدا رجعة بنروح وبنرجع بالرجعه بنبلش طبعا بالمنزلقه بيصيروا تلات اتنين اتنين منزلقه واتناشر قطبه حشو بيضلوا اتناشر قطبه حشو وبنثبتها هنقول بيه كمان يعني هنثبتهم مرتين بقطبه واحده طيب راح نشوف هالكلام كيف راح بنطبقه نرجع برجوع طبعا ما بقى ناخد هون تزايد لهيك راح نبلش رأسا من تاني قطب نبلش نعمل حشو يلي عددهم 12 هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش عشر بدي اعمل هون منزلقة طلبوا نعمل ثلاثة فاذا وحدي هون نجي بالاسفل هون من بعد العقدة نعمل كمان منزلقة وبناخد وحدة من السطر السطر بتاع الحشو هيدول صار معي ثلاثة منزلقة ببرم مباشرة وبيجي بترك أول قطب بفوت على التانية. بعمل عليها منزلقة وعلي بعدها منزلقة وبرجع 12 حشو على الحشو وبس وصل للأسفل بثبت بنفس المكان مطرح الدبوس رجعت برجوع 12 قطبة حشو بدي ثبت بنفس القطبة فود بداخلها وبعمل منزلقة برتفع قطبة سنسال وببرم لبلش من جديد لنشوف رقم ثلاثة هي كمان سطرين روحة ورجعة بنروح 12 قطبة حشو وبدنا نزود سليب ستيتش يلي هي منزلقة كمان وحدة يعني يصيروا أربعة منزلقة وبنرجع كمان بالرجعة هيك بنروح وبالرجعة بنرجع ثلاثة منزلقة حشو وبنثبت بس بنثبت بحرف جديد او بوحدة جديدة يعني هون ثبتنا مرتين هول يلي بالاسفل رح بنثبت مرة وحدة لنشوف كيف رح بنطبق هالكلام نجي هون كمان نترك القطبة هاي بنفوت باللي بعدها نرتفع 12 قطبة حشو، هاي 1 2 3 4 خلصت 12 قطبة حشو بيجي من بعد مباشرة بعمل منزلقة هون كمان من بعد العقدة في قطبة من قبل العقدة عفوا بس تكون هاي مخباية صار اتنين منزلقة بيجي يوم من ورا العقدة كمان وحدة هيك صاروا تلاتة بدي بعد وحدة من عالسطر السطر صار عددهم أربعة مباشرة ببرم بقفي أول قطبة بفوت باللي بعدها بعمل منزلقة اتنين تلاتة واتناشر قطبة حشو بعد اتناشر قطبة حشو بنثبت بالقطبة الجديدة هون خلص خلصنا مرتين بالتانية يلي مثلا مسميتها هي سي وصلت للأسفل خلصت اتناشر قطبة حشو بجيب القطبة يلي من بعدها بعمل تثبيت قطبة سنسال وببرم لا اشتغل من جديد السطرين يلي هني عددهم أربعة أو البيرز أربعة لنشوف شو المطلوب للبيرز أربعة هي هون ثبتنا بسي نيجى هيدا الجديد الرابع كمان روحة رجعة لأنه هيك بنروح وهيك بنرجع كمان بدنا نروح 12 قطبه حشو الاربعه هول منزلقه هيصيروا خمسه منزلقه وبنرجع نبرم وبنرجع نحنا وراجعين هون شايفين كيف الاربعه منزلقه بس ترجعوا ثلاثه الثلاثه بس ترجعوا اثنين اثنين لما رجعنا وحده نفس الشيء الخمسه لما بدنا نرجع بدها تكون اربعه منزلقه و12 قطبة حشو رح بيضلوا 12 قطبة حشو وبعدين بنثبت بالقطبية اللي بعدها يلي هي دي هي دي مرة واحدة بس وهيدي دي هون مرتين مرة واحدة بس ومرتين هي دي حتصير جزء من مرتين يعني إذا بنشوف كمان الخامس كيف هيكون كمان عنده سطرين نفس الشيء حيكون 12 حشو نروح ونروح ستة منزلقة، ونبرم، نحن وراجعين الستة منزلقة حيصيروا خمسة منزلقة، واتناشر حشو حيضلوا اتناشر حشو، ورح بنثبت بالدي ليصيروا هاي وهاي تثبتوا مع بعض بنقطة وحدة، هيدا الرابع والخامس. رابع مرة وخامس مرة أو رابع مرحلة وخامس مرحلة مثل ما بتكون سموهم المهم إنه كل سطرين هن وحدة كل سطرين روحة رجعة إن شاء الله تكون هالنقطة واضحة هلا راح بنخلص الرابع مشان ما تضيعوا نحن هون بالرابع يعني راح نعمل 12 قطبة حشو وخمسة منزلقة راح نرتفع 12 قطبة حشو أي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش عشر بدنا خمسة منزلقة هاي واحد اثنين هون في وحده مخبايه هاي ثلاثه وحده هون ورا العقده هون بتشوفوا في عقده هي هون قد هون عملنا وحده اثنين ثلاثه هيدي اربعه ناخد من السطر وحده بيصير خمسه نبرم مباشرة رح منفوت على تاني قطبة لهيك حيصيروا أربعة هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة ونرجع نكمل حشو على كل حشو حشو لننزل للأسفل ونثبت على السطر خلصوا 12 قطبة بجيب بالأسفل بدي روح على القطبة اللي من بعدها هي ثبتنا مرة واحدة بس بدنا نثبت بالتانية مرتين لهيك أنا بقيمة دبوس بترك هاي وبحطه باللي بعدها لنتذكر إنه هون راح بنثبت مرتين هاي بنثبت هاي أول مرة هاي منزلقة قطبة سنسال ونبرم نحن وطالعين طبعا قطبة السلسال ما خصنا فيها قطبة التزايد هي ما خصنا فيها لا نشتغل باللي بعدها لنرتفع 12 قطبة حشو وستة منزلقة عم جرب اشتغلها بهدوء وشرح على الورقة وشرح على الشغل بس من شان ما ضيعكم رح خلص 12 قطبة حشو ونشتغل السته منزلقه نرجع نبرم بالرجعه هيصيروا السته خمسه منزلقه واتناشر حشو ونثبت بنفس المكان خلصت اثناشر قطبه حشو بيجي هون بشتغل سته منزلقه هي واحد اثنين ثلاثة هون في وحدة مخباية صاروا أربعة من ورا العقدة تطلعوا هيك هون بتشوفوا في قطبة هي رقم خمسة وعلى السطر تاخدوا قطبة بيصيروا ستة نبرم مباشرة وبنرجع عليهم ونرجع نترك أول قطبة بنفوت باللي بعدها باللي بعدها بنعمل كمان منزلقة هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة منزلقة وبنكمل حشو للأسفل اتناشر حشو خلصت اتناشر حشو ثبتت بنفس المكان عملت قطبة سنسال وبدي ابرم لبلش المرحلة السادسة المرحلة السادسة كمان بدي روح 12 حشو و7 منزلقة وارجع 6 منزلقة و12 حشو هي مثل ما موضح هون 12 حشو 7 منزلقة وببرم هيدا انا وطالعة برجع برجوع انا ونازلة 6 منزلقة 12 حشو وبثبت بايد هي قطبة و وببرم لبلش من جديد بشتغل عشر حشو خلصت عشر حشو بدنا سبعة منزلقة بيجي بعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هي هي هون ستة اخدت من على السطر رقم سبعة وببرم برجع برجوع بعمل ستة منزلقة واتناشر حشو وبنثبت بالقطب التالي، خلصت قطب الحشو ثبتت بالأسفل ورجعت برمت وارتفعت اتناشر قطبة حشو، كمان بدي ارجع بتمانية منزلقة بنفس الطريقة وبرجع عليهم بصيروا سبعة منزلقة وبنزل اتناشر حشو. رح بكتب لكم هول يلي رح يتكرروا ورح نشوف كم مره رح يتكرروا وبعملهم وبرجع لكم يعني رح بكتب لكم تقدروا لتقدروا تشتغلون لحالكم لانه بنفس الطريقه نطلع وبننزل بنعمل الحشو نفس العدد والمنزلقه هي اللي عم بيختلف عددها هي هون هاي المرحله السابعه 12 حشو 8 منزلقه ونبرم سبعة منزلقة اتناش حشو ونثبت بإف المرحلة تمانية اتناش حشو تسعة منزلقة ونبرم تمانية منزلقة اتناش حشو وبنثبت بإف بنفس الشيء، يعني هون هيها لأنه هي ورقة جديدة هو بنفس النقطة هي نقطة وحدة هو نفس النقطة هي وحدة بهالشكل كتبتهم بس منشان ما نضيع يعني نحنا وصلنا مع بعض للمرحلة رقم ستة بدكم تكرروها سبعة ثمانية تسعة عشرة هاي مرحلة رقم تسعة كمان اتناش حشو بنروح اتناش حشو وعشرة منزلقة وبنبرم نرجع تسعة منزلقة واتناش حشو وبنثبت بالجي كمان وحدة المرحلة العاشرة كمان 12 حشو 11 منزلقة ونبرم عشرة منزلقة 12 حشو وبنثبت بال يلي هي حتكون جزء من وحدة تاني مقابلة لأن احنا اشتغلنا مع بعض واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة يلي كل مرحلة سطرين بدكم تكرروا سبعة ثمانية تسعة عشرة يعني أربع مراحل يلي هن تمن أسطر واحد اتنين مرحلة كل واحد اتنين مرحلة مرحلة سبعة ثمانية تسعة عشرة خلصت الأربع مراحل وصار عددهم كلهم عشرة اشتغلت بالأول معكن ستة هيدول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ورجعت اشتغلت الأربع هول صار كلهم عددهم عشرة هاي مرحلة اتناشر حشو 12 قطبة حشو بدنا نبلش مرحلة جديدة بس بالأول حبيت تشوفوا كيف بلشت تاخد هالشكل صار كأن على هيدا السطر بتاع الحشو عم يبروز الصدفة من هون هاي المرحلة الأولى يلي قطعناها اشتغلناهم كلهم هاي سميناهم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وهون عشرة كلهن اشتغلناهم ب 12 قطبة حشو وشفتوا المنزلقة كيف كانت عم بتكون عم بتكون واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احد عشر منزلقة نحن ورايحين نحن وراجعين عم تنقص وحدة بس هاي هي المرحلة يلي خلصناها يلي هي مرحلة 12 حشو هلأ هون كمان كتبت المرحلة يلي بعدها منشان يكونوا ثابتين وما تضيعوا المرحله هاي رح بتكون عباره كمان روحه رجعه بنسميه بيرز 11 وفي 12 13 14 يعني 10 مراحل كمان كل مرحله مكونه من سطرين هون 13 حشو بنروح 13 حشو و11 قطبه منزلقه وبنبرم وبنرجع نحن وراجعين بده تضل 11 منزلقه يعني رح ناخد من قطب الحشو وحدة لهيك رح نرجع ب 12 قطبة حشو لاحظوا هون الاختلاف كيف بالشغل منزلقة كيف عم تشتغل رايحين 11 منزلقة رح نرجع 11 منزلقة لتنقص قطبة الحشو بعد ما كانوا 13 حشو رح بيصيروا 12 حشو وبنرجع بنعمل تثبيت السطر يلي بعده رح بتصير رايحين 14 حشو وال11 منزلقة سابتين معنا نحن وراجعين ال11 منزلقة رح بيصيروا 12 وال14 حشو رح بيصيروا 12 حشو ملاحظين كيف 14 حشو رح ينقصوا قطبتين رح تاخدهم المنزلقة رح نشتغلهم مرحلة مرحلة من ما تضيعوا بس المهم انو تكونوا فهمتوا بس الفكرة لانو متل ما شايفين هولي ما راح نثبت على 13 حشو لا كل سطرين راح بنزيد الحشو يعني هالسطرين 13 حشو بعدين 14 15 16 17 18 19 20 21 22 حنوصل ل 22 حشو بس لاحظوا انه ال 11 منزلقة هي هون عم جرب تشوفوها على الكاميرا 11 منزلقة رح بيضلوا 11 منزلقة ثابتين بالعشر أسطر يعني نحن ورايحين عم بتزيد صح الحشو بس ال11 منزلقة حيضلوا ونبرم تيرد يعني نبرم بس نبرم المنزلقة هيها قد حتصير بالرجعة 11 12 13 وهون ضلت 13 ما بعرف ليش بس هي هيك بالباترون كاتبتها وبعدين 14 15 وال15 كمان بتتكرر سبعة عشر، والسبعة عشر بتتكرر طيب رح بنطبق هالكلام بالشغل خلصت اخر 12 قطبة حشو ثبتهم بالاسفل ارتفعت قطبة سنسال وبدي ابرم لبلش من جديد من هون رح بلش المرحلة الجديدة وفينا هون نحط دبوس من ما نضيع اذا بدكم مشان ما تضيعوا هيدول العشر اسطر خلصوا صار فينا هون بالاخير نحط دبوس مشان نعرف انه بلشنا مرحلة جديدة بدي بلش من جديد اشتغل 13 قطبة حشو بس ما رح نعمل تزايد من اول قطبة لا رح نمشي عادي كأنه رح نعمل 12 لانه بدنا ناخد من المنزلقة يلي فوق بنبلش بنقول واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة মেনে চ برجع بشتغل 11 قطبة منزلقة نجي هون بما انه دائما من بعد العقدة بس بنشتغل وحدة هون عليا من بعد العقدة وحدة من على السطر يعني بس اتنين من بعد هول لهيك ما بدنا هول يزيدوا اذا عملنا تزايد من الاسفل رح بيزيدوا قطب المنزلقة لهيك هلا بنبلش نشتغل 11 منزلقة هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ومن وراء العقدة عشرة وعالسطر وحدة صار عددهم 11 نبرم لنرجع برجوع بنبلش من تاني قطبة قلنا بدنا يضل عددهم 11 كمان بدنا نرجع 11 منزلقة هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة هي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر مش الحال بدي ارجع اتناشر قطبة حشو وبثبت بالاسفل هي واحد اثنين ثلاثة اشتغلت اتناشر قطبة حشو ثبتت بالاسفل هي هون مثبتين مرة هون مرتين ارتفعت قطبة سنسال وبدي ابرم لبلش مرحلة اتناش هاي المرحلة بدنا نرتفع اربعتاشر قطبة حشو كمان ما بنبلش تزايد لأ بنبلش عادي نعمل اربعتاشر قطبة حشو عشر قطبة منزلقة هاي ثلاثة اربعة عشر هلا بقى بنعمل حداشر عشر منزلقة هاي واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر. بنبرم لنرجع برجوع نرجع 12 قطبات منزلقة اشتغلت 12 قطبة منزلقة بدي اشتغل 12 قطبة حشو برجع بثبت بالأسفل مش الحال خلصت القطب وثبتها بدنا نرجع نبلش مرحلة رقم 13 بدي ارتفع 15 قطبة حشو و11 قطبة منزلقة كمان لما بخلصهم برجع برجوع 13 منزلقة و 12 حشو رح بلش بال 15 حشو خلصت 15 قطبة حشو بدي اشتغل كمان 11 منزلقة ايون واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة لاحظوا كيف بده يضلوا هون تسعة ومن بعدهم اثنين من بعد العقدة وحدة وعلى السطر وحدة ليصيروا 11 هي 10 11 هدول ثابتين معنا نرجع بنبرم لننزل بنزول لما بننزل طبعا بنقفي اول قطبة بنفوت باللي بعدها بنبلش نرجع نعمل منزلقة هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هي خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحداش اثناش 13. برجع بنزل ب 12 حشو بدي ثبت بالاسفل بالقطبية اللي بعد هاي هاي مرة واحدة هون مرتين بدي فوت ثبت فيها منزلقة بعد ما خلصت 12 حشو برتفع قطبة سنسال وببرم لبلش سطر جديد السطر الجديد متل ما صرنا عارفانين بدنا نرتفع 16 قطبة حشو كمان بدون تزايد بس نمشي رأساً على القطب هاي واحد اتنين وبدي اوصل للمنزلقة بعمل 16 حشو و 11 منزلقة خلصتن 16 حشو 11 منزلقة ببرم لانزل بنزول كمان بنزول بدي اعمل منزلقة بس عددهم 13 بجي من تاني قطبة مباشرة وببلش بشتغلهم هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعه ثمانية، تسعه عشره احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر خلصوا المنزلقة بدي اعمل ثلاثة عشر حشو بخلص ثلاثة عشر حشو وبثبت بنفس المكان هون ما برمته انا للدبوس بس هو المفروض ابرمه لهون مش الحال خلصت قطة بالحشو وثبتت بالأسفل ارتفعت قطبة سنسال برجع ببرم وبرتفع بالمرحلة رقم 15 بدي اطلع 17 قطبة حشو 17 حشو 11 منزلقة خلصت 11 منزلقة وبرمت لارجع برجوع بدي ارجع ب 14 قطبة منزلقة و 13 حشو نبلش من القطبة الثاني مباشرة ونبلش نعد 14 منزلقة هاي 1 2 3 4 هيك بكون خلصت المرحلة رقم 15 وبدنا نرتفع بالمرحلة رقم 16 بس مثل ما شفتوا الشغل كله تكرار بس اختلاف بالاعداد لهيك رح صور لكم الصورة هون اللي انا كاتبتن منشان تكملوا الخمس مراحل الباقيين لنخلص هالجزء هيدا هيا هون شوفوا نحنا اشتغلنا 11 12 13 14 15 ضل هيدول كمان خمسة تانين يعني 16 17 18 19 20 هيا المرحله اخر شي خمسه انا ارتفعت سبعتاش حشو ورجعت تلتاش حشو بدكن هون ترتفعو بالستاش المرحله رقم ستاش بدكن ترتفعو تمنتاشر حشو وحداشر منزلقه انتو رايحين انتو راجعين بترجعوا خمسه منزلقه و 13 حشو منكررهم لتلتاشر مرتين هيا بالمرحله الخمسه ومرحله ستاش ان شاء الله يكون واضح امامكم والمرحله 17 نعمل 19 حشو 11 منزلقه نحن ورايحين راجعين 15 منزلقه 14 حشو مرحله 18 بنروح 20 حشو و11 منزلقه بنرجع 16 منزلقه و14 حشو وبنرجع بنثبت بالاسفل يعني ما تنسوا كمان التثبيت انا ما عم اقول بس لانه بهالمرحله خلص بنكون عرفنا كيف نشتغلها لحالنا الصدفه بدال مرحله رقم 19 يلي رح نعمل 21 حشو 11 منزلقه بالرجعه 17 منزلقه 14 حشو مرحله 20 هي المرحله الاخيره بالجزء رح نشتغل 22 حشو 11 منزلقه وبالرجعه 17 منزلقه 15 حشو خلينا نخلص الخمس مراحل وبرجع لكم اختصارا لوقت الفيديو مشان ما يطول كتير كملت المراحل لصار العدد تاع الأسطر المزدوجة عشرة هي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة بس بعد ما بيخلصوا هالعشرة كمان في ست أسطر بعد مثلهم عم قلكن ياهن يعني شوي شوي مشان ما تخافوا او تستصعبوا تنفيذا بس كمان بعد في ست أسطر نفس طريقة هالمراحل هول هلا بفرجيكن يون على الورقة هيّا الست مراحل يلي حكيتكن عنهم هن نفس طريقة العشرة السابقين يعني تابعة لإلهم هي مرحلة واحدة وعشرين اثنان وعشرين ثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وخمسة وعشرين وستة وعشرين المرحلة واحدة وعشرين رح بتصير ثلاثة وعشرين حشو وهون أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين حشو سبعة وعشرين حشو 28 حشو هيدي اخر مرحله لهم لهدول تاعو ال11 منزلقه كمان بدنا نرجع نكرر ست مرات بنفس الطريقه 11 منزلقه ثابتين هياهم مره 2 3 4 5 6 وبس نحن وراجعين المنزلقه عم تتغير هياها عم بتصير منزلقه هون اول مره يعني بال21 18 منزلقه خمستاش حشو تسعتاش منزلقة خمستاش حشو تسعتاش منزلقة هي تكرار وستاش حشو عشرين منزلقة وستاش حشو هون كمان الستاش مكررة ليكو كيف مكررة ثلاث مرات هون مرة اثنين ثلاثة مكررين الستاش حشو بس انتبهوا لهالست مرات هي إن شاء الله يكونوا واضحين امامكم مشان نرجع كمان نكررهم من بعد ما عملنا العشرة هوليك يعني خليني فرجيكن عليهم كلهم انا كتبتهم هيك اياها من المرحلة 11 لحديت المرحلة 26 هن تابعين لبعض يعني بشكل فعلي 16 سطر او 16 مرحلة بيشبهوا بعض خلصت الست مراحل هيا واضحين امامكم لاني رجعت قمت الدبوس من بعد اخر عشر مراحل قمت الدبوس منشان ثبتوا بمكان جديد لعده ست مراحل، كمان رجعت خلصتهم هياهم واحد اتنين ثلاثة اربعه خمسه سته يعني المرحلة سته وعشرين خلصتها، هلا بدي بلش بالمرحلة رقم سبعه وعشرين يلي قلتلكم فيها اختلاف بسيط، الاختلاف رح بيكون عبارة عن نفس الشي كمان حشو منزلقة لكن بعد ما بنعمل تسعه وعشرين حشو رح نعمل سبعه وعشرين منزلقة يعني بعد ما كنا مثبتين 11 منزلقة كذا مرة، هون راح بيصير إختلاف، راح نشتغل سبعة وعشرين منزلقة وقطبة سنسال، لاحظوا نحنا كل اللي إشتغلناه سابقا ما كان في قطبة سنسال، هون راح نشتغل بهالطريقة هاي، هاي المرحلة رقم سبعة وعشرين، تسعة وعشرين حشو سبعة وعشرين منزلقة قطبة سنسال ونبرم، نرجع نحنا وراجعين تسعة وتلاتين منزلقة 17 حشو ونثبت بالأسفل هي بعد ما أخدت هالشكل آخر شي هون إن شاء الله تكون واضحة أمامكم بدي بلش أرجع أشتغل تسعة 29 حشو كمان بنبلش عادي مثل اللي اشتغلناهم سابقا أي واحد اثنين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين خلصت تسعة وعشرين قطبة حشو بدي اشتغل هلا المنزلقة المنزلقة بدنا نعملهم سبعة وعشرين قطبة هلا منزلقة هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سته سبعه ثمانيه تسعه من بعد القطبه عشره اي أحداش اتناشر تلتاشر اربعتاشر سبعة وعشرين قطبة منزلقة بدي ارتفع قطبة سنسال وابرم الشغل رح برجع تسعة وتلاتين منزلقة كمان عليهم للقطب بدها تكون هيك رح برجع تسعة وتلاتين منزلقة بما انه ارتفعنا قطبة سنسال رح بنفوت من اول قطبة ونبلش نعمل من خلالها منزلقة بدنا تسعة وتلاتين وحدة هاي واحد اثنين ثلاثة طبعا كلهم من اللوب الخلفي هاي اربعة خمسة ستة خلصت تسعة وتلاتين منزلقة بدي بلش اشتغل حشو والحشو عددهم سبعتاش بس كمان رح نبلش اهي 1 2 3 4 5 6 خلصت 17 حشو ثبتت بالاسفل هيك بتكون خلصت المرحله يلي هي رقمها 27 بدي بلش بالمرحلة رقم 28 هيا مثل ما شايفين مرحلة رقم 27 هيا اللي خلصتها نفسها بدها تتكرر بتكون 28 هيا 29 حشو 29 حشو 27 منزلقة نفس الشيء هون 27 منزلقة قطبة سنسال قطبة سنسال هيدا نحن ورايحين نحن وراجعين نعمل 39 منزلقة 17 حشو وبنثبت نفس الإعادة هون التكرار بدي خلص مرحلة 28 وبرجع لكم خلصت المرحلة رقم 28 بدي بلش بالمرحلة رقم 29 المرحلة هاي كمان 29 قطبة حشو و27 قطبة منزلقة قطبة سنسال نحن ورايحين بس نحن وراجعين المنزلقة رح بتقل بدل ما كان عددها 39 منزلقة رح نعمل 38 منزلقة والحشو كانوا 17 رح بيصيروا 18 كمان هالمرحلة 29 يلي بعدها مثلة المرحلة 30 نفس الشي كمان 29 حشو 27 منزلقة قطبة سنسا 38 منزلقة 18 حشو وبنثبت بالأسفل هون كمان المرحلة رقم واحدة وثلاثين كمان تسعة وعشرين حشو سبعة وعشرين منزلقة وقطبة سنسال ثمانية وثلاثين منزلقة تمنتاشر حشو وكمان بنثبت يعني ثلاث مراحل نفس الطريقة يلي هني مرحلة تسعة وعشرين وثلاثين واحدة وثلاثين يعني ست أسطر ثلاث مراحل هني بشكل فعلي ست أسطر برجع بذكركم كل مرحلة هن سطرين رح نعمل هتلات مراحل وبرجع لكم خلصت المرحلة 29 30 31 كررتهم لخلصت عنا وتشكلت مسكة الصدفة مثل ما شايفين يعني آخر خمس مراحل يلي هن 27 28 29 و 30 31 المراحل هول شكلوا معنا مسكتها للصدفة أو آخرة أو إيدة مثل ما بتكون سموه المرحلة 32 رح بيصير فيها اختلاف هلا بنشوف شو اللي رح يختلف فيها بس اهم شيء انه ما بقى رح نشتغل بالايد او بالمسكة يلي يعني انشغلت كلها بقطب المنزلقة انشغلوا خمس مراحل يعني عشر اسطر مثل ما شايفين كيف صار شكلها جامد ومزمومي هيك كلها على هيدا هو شكلها من بعد ما عملت اخر مراحل صار فيني قيمة دبوس لأنه رح نبلش بمرحلة جديدة هيا ونحطه هون بالأخير لنضل عرفانين نحن وين عم نشتغل أو وين صرنا حتى لو تركتيها وقمتي من مطرحك بترجعي لها ما بتكوني ضعتي مشان هيك نصيحتي لكم كتير مهم الدبوس تستخدموه هلا هون تعالوا نشوف مرحلة 32 كيف تنشغل وعشرين قطبة حشو وبنرجع 11 منزلقة كنا عم نعمل 27 منزلقة صرنا خمس مرات هلا هون رح نرجع 11 لأنه ما بقى رح نوصل لعند مسكة الصدفة مثل ما قلت لكم وبنوقف كمان قطبة السنسال يعني هالتنين رح يختلفوا المهم مرحلة 32 29 حشو 11 منزلقة ونبرم نرجع بنشتغل 20 منزلقة 19 حشو وبنثبت المرحلة 33 كمان تكرار للمرحلة 32 نفس الأعداد ونفس التطبيق إذا بتشوفوا هون مكتوب المرحلة 34 لل للخمسين رح بتكون نفس هالمرحلة هاي يعني إذا بنجي بشكل فعلي فينا نقول من 32 لل 50 رح نضل نكرر نفس المرحلة 19 مرة بدنا نعمل هالمرحلة هاي 19 مرة يعني كل مرة سطرين متل ما شايفين كل ما اشتغلنا اكتر كل ما عم نقرب لهون اكتر بدنا نكرر مرحلة هاي 19 مرة ان شاء الله يكون واضح لهون الشرح لانه هيدا ختامة للصدفة رح نشتغل 29 حشو 11 منزلقة ونبرم 20 منزلقة 19 حشو ونثبت مرة وحده بنثبت ومرة بنثبت فيها مرتين رح بشتغل المرحلة أمامكم بس مرة بس بدكم تنتبهوا أنه رح ترجعوا أنتوا تكرروها من بعد هالمرة 18 مرة لأنه أنا ما فيني أشتغل كل المراحل لأنه بتاخد كتير كتير وقت ورح يكبر الفيديو يعني بنعمل جزئين ثلاثة وما بنخلص لهيك عم حاول ركدة وبس بنفس الوقت يعني سهله عليكم راح برتفع 29 قطبه حشو نيجي مباشره من تاني قطبه نشتغل ونعمل 29 حشو اي 1 2 3 4 خلصت 29 حشو بدي اشتغل 11 منزلقه نيجي مباشره نبلش كمان اللوب الخلفي وبنقول واحد اثنين ثلاثة اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احدى خلصوا 11 قطبة منزلقة نبرم لنرجع برجوع بدي اذكركن انه هاي المرحلة رقم 32 طيب هلا بالرجعة بدنا نرجع 20 منزلقة هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة. خلصت عشرين منزلقة بدي انزل تسعة عشر حشو كمان بنبلش بنعد بس نخلص تسعة عشر حشو بنثبت بالأسفل اشتغلت تسعة عشر قطبة حشو ثبتت بالأسفل عملت قطبة سنسال لإرجع برجوع متل ما شايفين هيدول السطرين يلي اشتغلتهم هيدي مرة من 19 مرة يعني السطرين هول بدكم ترجعوا تكررون 18 مرة ونضل نثبت بالأسفل مرة ومرتين ومرة ومرتين لا تصير تسكر هون هيك وتقرب بدل عندكم ثلاثة أو 4 أسطر بالنهاية ما بينشغل فيهم بس نخلصهم كلهم بدنا نرجع نمشي حواليا بقطبة منزلقة هلا بنشوف كيف رح بيصير شكلهم بعد ما بنكرر آخر سطرين بعد 18 مرة حبيت فرجيكم بعد ما كررتها كمان ست مرات هي او كلهم صار عددهم ستة هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة صورت لكم كم صورة كيف لما ثبتت هون بالمنزلقة بس بالحقيقة هي شوي بدا اجتهاد يعني شخصي لا يعرف الواحد كيف بده يثبتها لانه هون عم يصير بيصير في عشرة منزلقة وال11 عم بتكون تحت ما كلهم عالسطر هي ما كلهم شغلتهم عالسطر في منهم عم بيكونوا بالاسفل اول مرتين لما صورت بعدين بصير عندكم مسافه هيك هالمسافه هي اجت بالبي دي اف نزلتها راسا تحت واشتغلتها بس انا عم لاقيها جامده ما عم تجي يعني بصير شكلها حلو وعم تعمل هيك فراغات لهيك شفت انه ممكن نحن نفوت بقطبه من القطب هون هي هون بالوسط مثلا وبنسحبها بصير معنا قطبتين على الابره بنرجع كمان هيدا الارتفاع بنفوت داخله وبنسحب هيك بصير كمان معنا قطبة بنجي هون بالأسفل على السطر نسحب قطبة صار معي أربع قطب بنيجي نشتغلون سوا يعني أو بنسحبهم فرد مرة إذا بينسحبوا معكم أو بنسحبهم اتنين اتنين لأنه بعرف عم تشتغلون بخيطان سماك مثل التيشيرت يارن وهيك يعني من ما تتعذبوا حاولت أعمل هالطريقة هي وانسحبتهم كلهم صار فيني سكر عليهم بقطبة هي شايفين إذا أنا خيط هيك رفيع وعم بتعذب شوي برجع بثبت بالأسفل كمان قطبة منزلقة لتاخد شكل هيك يعني تصير مستوية شوي ما تصير مبعجرة كتير بس هي إجمالا المفروض تعمل هيك باف لتطعج الصدفة في آخرة منشان يصير كلها اخذي هيك هالموديل هي ان شاء الله تكون واضحه امامكم وكون هونت عليكم شوي هلا صار فيني ارجع برجوع وكمل الاسطر يلي عم بشتغلهم طبعا هون هدول الستة متل ما قلت لكم هون عن قريب بدي كمل ليصير عدد هول 19 ورح بيصير يقل من الاسفل هيدا الشكل النهائي يلي صار من بعد ما خلصت 19 مره للاسطر المزدوجه هلا بأرجيكم ياه من الخلف بس بدي لكم انه ضل عنا سطر واحد بس بدنا نشتغله على كل دايرة للصدفة نمشي بقطبة منزلقة من اللب الخلفي هي محل ما علمنا الدبوس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 16 17 18 19 هول كل الاسطر هيك إنتهت آخر مرحلة وصار فينا نقيم الدبوس وشفنا الشكل يلي أخدته الصدف طبعا على الرغم إني إشتغلت بخيطان قطن مية آه بالمية شوي بيعطي موديل عشاش وقاسين وكل شي بس بردو مش بقسوة التيشيرت يارن متل ما شايفين بتتعوج شوي بس ترجع بتجلس هي هيك أخدت شكل صندوق أو سلة وصار فينا نختم بآخر سطر كمان الدبوس يلي هون ما بقى له عازة لأنه ختمنا بآخر وحدة وكل الأسطر يلي ضلوا صار فينا نعدهم هي واحد اثنين ثلاثة أربعة يلي ما ثبتنا فيهم مش مشكلة إذا زادوا عندكم أو إذا نقصوا أو إذا زادت قطبة منزلقة قطبة حشو يعني المهم تطلع هي بالنهاية يعني نفس الشكل على القليلة بدي أرجع أمشي بقطبة منزلقة على دايرة كله فيني ارجع برجوع وامشي بهالشكل يعني ارتفع لفوق وامشي على الايد هاي وابرم لوصل لنفس النقطه وممكن امشي هيك يعني متل ما بتحبوا راح برجع برجوع بعتبر حالي كيف انا هون خلصت الشغل بخلص هيك بهالشكل ببرمه هيك لا علي طريقه الشغل ده السطر المنزلقه عامله قطبه سنسال فوت من القطب الثاني مباشره اللب الخلفي بعمل منزلقه كمان يلي بعدها وبستمر لارجع لنفس النقطه يلي ارتفعت منها خلصت كل هالسطر منزلقه وصلت لاخره باخره فيني انزل كمان هي عند المسكة لتحت وبشتغل منزلقة برجع بكمل على هالقطب هالقطب هلا ثبتت بوحدة لشوف قد ايه ضل معي هاي الثانية هاي ثلاثة اربعة هون في خمسة بوصل هون على العقدة الاخيره هي تحت هون للعقده في وحده يعني ست قطب ضل عندي من هالميلي ست قطب ست غرز بجي على العقده نفسها بفوت داخله وكمان بعمل منزلقه كمان على حد. على علي حده هي مباشره كمان منزلقه واللى بعدها قاسى شوى بس بتصير كتير حلوه لما بتنشغل كلها سوا لاحظوا كيف بهالميلة كانوا قطب حشو هي البداية جيت فتت بقلب قطبة الحشو واشتغلت المنزلقة شوفوا كيف هيك بلشت تدم على بعضها تعطي شكل كتير هيك حلو وشيك لإلها للقطعة، المهم نرجع بنكمل هي عم فوت بقلبها لقطبة الحشو وبعمل المنزلقة خلصت كل هالميلة هاي فتت بقلب قطب الحشو واشتغلت المنزلقة شايفين كيف بروزتها وعطتها قوة لختامها هون بوصل عند هالقطب كمان فوت بيناتهم بعمل منزلقة يعني بيجي هيك في هون قطب مبينة بيناتهم أو عن يعني على نفس القطبية اللي كنا عم نعلق عليها عادي محل ما, ما بدك لها منزلقة وصلت عند بداية الشغل بوصل عند نفس النقطة بفوت لقلبها وبسحب بعمل منزلقة بعمل قطبة تثبيت لقص الخيطان طبعا بعطيه شوي مجال لانه بدنا ننظف كمان بابرة التنظيف مثل العادي يعني بس المهم بعد جهد جهيد اخدت هالشكل يا رب يكون واضح امامكم رح قص الخيطان وننظف البقايا لاخفيهم ابره التنظيف هيك بيكون انتهى درس الكوقع السلة أو الصدى في الصندوق بتمنى تكونوا حبيتوها وتقدروا جميعكم تنفذوها لهون بيكون انتهى لقائنا لليوم بشكر متابعتكم ودعمكم إلي إلى اللقاء إن شاء الله لدرس تاني وموفقين والله معكم